أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن العلاقات بين البحرين والإمارات تشكل أنموذجا متميزا لما يربط البلدين الشقيقين من أواصر تاريخية متجذرة، وهو ما يعكس تكامل الرؤى بين البلدين الشقيقين. يسرني أن أؤكد على أن العلاقات البحرينية الإماراتية تشكل نموذجا متميزا للعلاقات ما بين دولتين شقيقتين ترتبطان بأواصر تاريخية وعادات وتقاليد واحدة ومصير مشترك واحد قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكامل الرؤى بين البلدين للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل، وبما يلبي تطلعات ورؤى القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، والمتمثلة بالارتقاء الدائم بمستوى العلاقات الأخوية والتي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز تعزيز التعاون الثنائي المشترك.